نعم في حكمة جديدة نعم تقوم على تجنيد المجتمع حول أهداف مجتمعية متقاسمة بين الجميع، وبالتالي هذا المجتمع المذل الذي في جزء منه هو مكمل لسياسات الدولة، معضد للأحزاب، معضد للمجالس المنتخبة خاصة المحلية، وكذلك معضد للدولة عموما، وفي نفس الوقت يتحول كذلك إلى نوعا ما رقيب على تلك السياسات، رقيب ورقيب بالمعنى أنه يسهم في بناء التوافقات حول مسارات حقيقية، مشاريع حقيقية على المستوى المحلي. الآن لدينا ديمقراطية تشاركية على مستوى محلي، هذا بإسهام المجتمع المدني أساسا، فالذي يبني يتصور سياسات، يقوم بالتشخيص، يقوم بالمعاينة الاجتماعية، بالتالي يكون ككتلة فعالة وليس مجرد مجتمع مدني مبعثر في جهود مبعثرة غير منظمة. والمقصود بها أن هذا المجتمع يصبح فاعل، مؤثر، مكمل ومراقب ومسهم من داخل، من الإين مش من الأوت. بالتالي نخلق هذه المنظومة، هذه الأوركسترا، ما يكونش هناك عزف منفرد أو يعني تالي. لماذا؟ لأنه هناك حركية في المجتمع الجزائري تقوم على التضامن والتطوع، تلك الحركية كيف نحولها إيجابيا أنها تسمم في, في, في أهداف حقيقية مكممة في إطار منظم. الآن الدستور يقول على مستوى محلي يتتحلق حول حلقة رسمية تكميلا وإسهاما ومن باب الفعالية الاجتماعية والمجتمعية، وبالتالي نمر إلى نوعية جديدة من الحكمة المنفتحة.